صباح الفل، صباح الإشراق، صباح الصحة، صباح البركة، صباح كل الأمنيات الحلوة لمشاهدي الستات على النهار، وصباح الفل ومساء الفل للمفيدة. يا صباح الفل عليكم وتحياتنا، وصباح الفل عليك يا سوير، تحياتنا لحضراتكم واهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده والستات. والبهجه والسرور في من امبارح للنهارده جاي لنا من اسيوط. خبر مبهج جدا. ليه؟ لان بيقول لنا ان انا في فرق بين ان انا اكون موظف حكومي اداري وبين ان انا اكون بتعامل مع الجمهور. بتعامل مع الجمهور دي ليها مواصفات خاصه جدا، ومش لغز ومش كيمياء ومش حاجه صعبه ان انا ابتسم للناس، ان انا اسهل امور الناس، ان انا ما اكونش مدام عفاف، ان انا اكون شخص الناس بتحب تيجي المكان علشان المعاملة. الناس المعاملة يا جماعة، والمعاملة والابتسامة وجبتر، دول هم الملامح الحقيقية للبشر، مش أي حاجة تانية. فبسمة بتشتغل في مصلحة حكومية وبتطلع للناس صور اللي هو في السجل القومي أو تجديد الرقم القومي، بتطلع الصور. احنا كلنا مفيدة في أغلب الناس في الصور بتاعت البطاقة أو البطايق تحديدا، بنطلع كأننا مسجلين خطر أو كأننا مش احنا، يعني حد ممكن يتشك فيكي. مثلا واحدة صاحبتي دخلت لجنة من اللجان، قدمت البطاقة وقت الانتخابات، قالوا لها مش انتي، ان انتي مزورة البطاقة، بينما هي، لان بيبقى شكلنا في البطاقة، حتى بنتكسف ان حد يقول لنا البطاقة عشان الصورة. طب والنبي ممكن ما تشوفش الصورة كده يعني. فبسمة كسرت القصة دي، فده معناها ان مفيش حاجة مستحيلة، وان يعني حطت الناس على المحك، ان بسمة سليمان تحديدا، ان في حاجة اسمها موظف اداري وفي حاجة بتعامل مع الجمهور، لا دي مواصفات تانية خالص. بسمة قدرت بمنتهى البساطة ان هي تعلمنا درس، ان مهما كان موظف الحكومة والكلام اللي بيتقال ان انا موظف حكومة، انتم محدش داري بظروفي، انا بقابل اكتر من 200 شخص في اليوم او 300 شخص في اليوم، هي كمان بتقابل ال 200 و 300 شخص، ولكن لكل شخص ليه وقته. بسمة قدرت ان هي في اسيوط تحل مشكلة كبيرة جدا احنا كل المصريين بيعاني منها، صورتنا في البطاقة. لا، عملت ايه؟ كل واحد كان جاي يتصور للبطاقة، وخلي بالكم ان اسيوط يعني في ستات كبار في السن، محجبات، بقت تدي وقت لكل واحد فيهم. المحجبة تظبط لها الطرحة والحجاب وتشوف، الراجل تظبط له القميص او تظبط له الجلابية. لا مش بس كده، دي كمان تخليه ينقي الصورة اللي هو يحب يحطها في البطاقة نفر نفر. هي بتعمل ده مع كل الناس اللي بيخشوا لها، هي بتعمل ده مع كل مواطن بيخش عشان يتصور صورة البطاقة. متخيلين هي بتقابل كام واحد، ومتخيلين هي بتدي مجهود لكام واحد، وبكده قدرت بجد في منطقتها تعمل فرق. قدرت بجد ان احنا النهارده توصل من اسيوط للنهارده على النهار في مدينه الانتاج الاعلامي في برنامج الستات، عشان نقول الف تحيه لبسمه. كل واحد فينا لو ركز في شغله، كل واحد فينا لو قدر يدي شغله اقصى حاجه عنده، صدقوني الشغل هيديله في المقابل. تحيه لبسمه، واحنا فخورين بيكي جدا. بسمه بتقول الصح سهل، ده حقيقي يا بسمة. الصح سهل، والحب كمان سهل، وجبر الخاطر سهل، ومفيش أحلى من جبر الخاطر والابتسامة والكلمة الحلوة والمعاملة الحلوة. فأنت بتدي درس وبتقولي إن مفيش حاجة اسمها أن أنا أتعامل مع الجمهور وأن أنا هو كده، أو أبقى مكشرة أو أبقى متضايقة أو أكره الناس في عيشتهم. لا، الناس بقى بتحب تروح هناك عشان تشوف بسمة ومعاملة بسمة. الحب المعاملة الإنسانية هي المعاملة.